هالو غوتن تاك، جالي سؤال عن الموتيفيشن لتر. انت ما بتيجي تقدم على التاشيره الدراسيه في الاساس، ماشي، سواء كان بكالوريوس او ماجستير، هو بيطلب منك في السفر موتيفيشن لتر، موتيفاسيونز شرايبن، اوكي، خطاب الدوافع، خطاب النوايا، اي حاجه. طيب دلوقتي هو يعني الخطاب ده المفروض ان انت تكتب فيه ليه انت عايز تروح تدرس في المانيا، في المانيا ليه، وفي المدينه دي ليه، وفي الجامعه دي ليه، والتخصص ده ليه، وعشان ايه. كل ده لازم ايه طبعا في على اليوتيوب، هتلاقي كتير، حط لك الرابط برده تحت، هتلاقي الموضوع ده مشروح بالظبط هتكتب فيه ايه. طيب في اخت فضيله بتسال، اعمله بالانجليزي ولا اعمله بالالماني؟ طبعا يفضل انك تعمله بالالماني، لان انت المفروض الدراسه بي 1 وبي 1 اكتبه بلغتك انت، ما تنقلش من جوجل، اكتبه بلغتك انت على قد فهمك انت، ماشي، وحاول تخلي حد يراجعه لك، ماشي، وعادي جدا، بس ما تنقلش نقل مسطره من جوجل، وما تجيبش عبارات رنانه، يعني قول في حقائق، ما تقوليش انا بحب الهندسه عشان كده، ما فيش حاجه اسمها عند الامام بحب، لازم تقول لي حقائق ليه، ماشي، ليه انت عايز تدرس الميكاترونيك، ليه عايز تدرس طب، ماشي، وتجيب له حقائق عشان حاجات تقنعه وتفوت في دماغه، مش مجرد ان انت بتحب المجال ده ومن صغرك وكده، لا، ماشي، هو كده. طيب بالنسبه لليبنسلاوف السي في، طبعا يفضل هتلاقي على جوجل قد كده، خد واحده منهم في شكل وورد واكتبها، ماشي، مش لازم ان انت يعني في واحد يقول لي يا استاذ انا ما اعرفش اكتب ايه، اكتب اللي انت اكتب اتولدت فين، معلوماتك الشخصيه كلها، وبعد كده انت دخلت مثلا المدرسه الابتدائي من الى، المدرسه الاعدادي من الى، وهكذا، واكتب مهاراتك، هواياتك، الكورسات اللي انت خدتها لحد دلوقتي في حياتك، وهكذا، واعملهم يفضل بالالماني. لو عندك سؤال اكتبه لي في التعليقات. Dankeschön und tschüss.